أن تعزيز الوساطية في المجتمع، ومن منطلقات توعوية هادفة استهدفت شريحة واسعة من الشباب. بدأ المحامي صالح العوضي بتنظيم ندوة لمست الواقع بطرحها من خلال تواجد محاضرين على مستوى عال من الخبرة والاختصاص، ابتداء بالعميد عبد الرحمن العبدالله مدير إدارة الشرطة المجتمعية، وصولا للعميد بدر الغضوري رئيس فريق الأمن المجتمعي التابع للجنة العليا لتعزيز الوسطية بمجلس الوزراء، ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. لمن أقرأ تغريدة في أحد الفضائيات اللي منسوبة لدولة الكويت يعني كقناة رسمية، مع الأسف تقول 70% من الشباب الكويتي مدمن. تدري 70% شو معناها؟ احنا دولة منكوبة، لما نقول 80,000 يعني خلاص احنا لازم نرفع الامر. احنا ما وصلنا الحين في مرحلة الظاهرة، هذا كل اللي يشوفونه كلها مشاكل تحصل في اي مجتمع. الحين انا عندي دائرة بيضاء وفيها نقطة سوداء، وين نشوف؟ كل العالم. انتوا الحين كم رقمنا؟ بضيف على 500 وشوي، كم الحين في الديوانية؟ حط الرقم عليهم. الكل يقول النقطة السوداء، وين البياض اللي في الدائرة؟ كلها بياض. وين الدائرة؟ هذا اللي قاعد يحصل في مشاكلنا، ان احنا نظهر الدائرة السوداء فقط. في سنة 2015 اللجنة العليا صاغت احنا نقول وثيقة وطنية، وهي عبارة عن استراتيجية وطنية لتعزيز الوسطية والاعتدال. هذه الوثيقة طبعا عرضت على مجلس الوزراء، ومن ثم أحالها مجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، على أساس هي الجهة المختصة في اعتماد الاستراتيجيات الخاصة في الدولة. في سنة 2017 المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اعتمد الوثيقة بعد نقاش ودراسة وتعديل بعض البنود الوثيقة، وأحالها حق مجلس الوزراء اللي اعتمدها مجلس الوزراء في شهر 3/2018. ومع الخط الموازي للوقاية والتطوير بطرق مكافحة الظواهر السلبية المدمرة لنسيج الأسرة والمجتمع، أنشئت الشرطة المجتمعية، وهي فكرة حديثة في دول مجلس التعاون الخليجي تدعم جهود الدول الأعضاء في محاربة الجرائم الإلكترونية والتي داقت ناقوس الخطر في المجتمع الحديث.